يا دكتور. الحمد لله شكرا. ما شاء الله عليك، حاجه تفرح. استاذ تربيه ووراثه في النباتات ومعروف في العالم. انت قعدت 10 سنين في السعوديه، الحمد لله، صح كده؟ وشركات كتيره جدا جدا. انت مش عايز تقول الكلام ده لكن انا هقوله. اتحايلت عليك عشان تاخد اصنافك. مبدئيا ما بتسجلش ليه الاصناف دي؟ تسجيل الاصناف في مصر كل صنف عايز له 10000 جنيه رسوم. 10000 جنيه رسوم. رسوم وسنتين دوره تسجيل. معاك ال 10000 معايا، بس مش هيبقى العدد ده كله يعني. ده شيء. الشيء الثاني، انا عشان ادي كميه بذره محتاج برضو ازود كميه البذره اللي انا هديها عشان تتسجل. اكسار البذره ده مش بسهل. انا بحافظ على اصناف وانواع وثبات وراثي بقى لي 21 سنه، من سنه 2006 كنت اتخرجت لغايه النهارده. ده انا نص عمري بالظبط، عن 43 سنه 21 سنه فيهم في الفيلد، في الكوسه او القرايات تحديدا. قرايات، صح؟ انت من ملوك القرايات في مصر، صح كده؟ طب اشمعنى القرايات يعني؟ حب، وفي نفس الوقت انا برضه اشتغلت كل محاصيل الخضر، مش محاصيل ما اشتغلتش عليه. بس اشتغلت ماجستير ودكتور على الكوسه. الشغف بالقرعات، ان انت بتحب محصول، بتحب تشوف الشمام، تشوف البطيخ، تشوف القرع، تشوف القته، دي حب. غير ذلك البازنجانات برضه انا بحب اشتغلها وبحب اعلمها، لان البازنجانات صعبه. انك انت تحب تعمل تلقيح او تهجين او تحافظ على صنف، دي في حد ذاته سعاده.